السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم في عنا قصة وفيها عبرة كمان حلوة بهالحياة اللي إحنا عايشينها، يعني هذا واقعنا وهذا اللي عم يصير هلا بهي الأيام، يعني للأسف. هذا على زمان الملوك، الملك لله طبعا الواحد الأحد الفرد الصمد. من زمان على زمان الملوك، وكان الحكام الملوك يحكموا البلاد، كان في ملك حاكم بلد، وهذا الملك للأسف كان ما بيجيب أولاد، تمام؟ يعني ربنا ما كرم أولاد، فكان هو كتير زعلان ومزعوج إنه بده ولي العهد وبده يعني كذا. وبتعرفوا أنتم ملك يعني بحب إنه يكون في عنده ولي عهد مشان يستلم بعد منه وضل السلالة ماشية يعني. فالمهم إنه رب العالمين كان ما عم يكرم أولاد، فجاب أطباء وجاب أدوية وجاب وعمل وساوى وكذا. بعد محاولات كتيرة رب العالمين حن عليه وكرمه ولد، اجا ولي العهد. اوه انبسط، روق يا عيني، اجا ولي العهد وتمام وفرحوا على 24 وكله تمام. اجا عم يشوف ولي العهد عم يطلع عليه هيك، العمى طلع هيك، لا الولد ما في، جاي بإذن واحدة بس، يعني له إذن واحدة بس ما له إذنتين. فطلع هيك انه كيف هيك، تعصب وانزعج وضاج وما عارف شو بدي يساوي، انه شلون هيك انا ابني ولي العهد ابن ملك بكره يكبر هيك يصير انه يمشي بين العالم ما له غير اذن وحده، كيف هيك يعني بده يصير، ما بيمشي الحال. جاب المستشارين تبعه وقعد يسال وانه شو رايكم، شو الاستشاره وشو بتشيروا علينا. فشي صار يقول له انه ممكن احنا نخليه يلبس شماغ على طول او يحط طاقيه مثلا او شيء، على زمان من زمان كان يلبسوا هذا الزي الملكي. وشي صار يقول له لا ما بيصير، لازم يضل مثل ما هو يخليه على طبيعته. وشي صار يقول له انه لا اصحكم انه يطلع برات القصر، ما بيصير هذا ابن ملك. وصار في اراء كتيرة ومتعددة ومشكلة اشكال والوان. صفا بعدين الملك هيك قال له لا، قال لهم انا لقيت الحل. شو الحل يا سيدنا؟ قال لهم الحل كل مين بيكون عمره تحت 50 سنة بدها تنشال اذنه، بدها نقطع اذنه، بدها يعيش باذن وحده. كل مين عمره تحت 50 سنة بده يكون عايش باذن وحده. واي ولد بيولد من يوم ورايح على هالدنيا، اول ما بيولد لازم تنقطش اذنه، يعني لازم يشيلوا له اذنه، يعيش الولد باذن وحده، ولد ولا بنت ولا شو ما كانت، بده يعيش باذن وحده. يعني بدها تصير البلد كلياتها من يوم ورايح باذن وحده العالم تعيش. فطلعوا هيك انه ملك، يعني هذا ملك، شو بدهم يعملوا؟ امر من ملك، طبعا الملك لله حكينا. فأمر هذا الملك أنه كل مين بقى تحت 50 سنة تنقطش إذنه، وكل مين بيولد تنقطش كمان إذنه وبعيش بإذن وحده. ومشيت الأمور هي هيك لحتى 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة على هذا النظام ماشيين الجماعة. فتطلع على البلد كلها بتلاقي بلد كلها العالم عايشة بإذن وحده، كل شيء عمره تحت 50 سنة عايش بإذن وحده. فالأمر طبيعي كان عندهم إنه اللي عايش بإذن وحده هذا أمر طبيعي، مع إنه هو غلط. المهم يوم من الأيام كان في واحد ماشي بالسوق، جاي شكله من بلد تاني، إجا على هذا السوق حاطط كان على رأسه هيك شماغ وكذا، لأنه بيعرف إنه هي البلد هيك 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 قصتها. المهم فإجت نسمة هوا، طار هذا الشماغ من على راسه، وقع من على راسه، اللي عم تطلع هيك، طلعت هيك العالم عليه، اللي عم شوها لك هذا له اذنتين، شلون هيك له اذنتين هذا؟ طلعوا هيك، صاروا يطلعوا كلياتهم ببعضهم انه العمى يعني شلون هيك، والله غريبه انه شلون هذا له اذنتين وكلياتنا احنا انه اذن وحده. صاروا يضحكوا عليه، يتمسخر عليه، ليك طلع العمى هذا له اذنتين، ليك شكله شلو كيف منظره. العمى على المنظر، لك شلون هيك هذا، شلون لك انت اثنين. صاروا يضحكوا عليه وصار مسخره بالسوق لكل اللي موجودين بالسوق. نحن نطلع هذا السمع، عم شو هذا، عم ليش هيك كله عم يتمسخر علي، والله انا معناتها بدي انا لازم اقطع اذني، انا هلا رح اقطع اذني مشان اصير مثل منهم انا.
فقرر انه يجي ويقطع ابنه كرمال انه شو كرمال انه يرضي هالناس، مع انه هالناس هي هي على غلط، انه هن الغلط ومو عارفين انه هن الغلط. واجا صار بده يمشي مع هالناس ويقطع ابنه كرمال انه الناس تمسخروا عليه وتمقلشوا عليه، مع انه هو الصح هو الطبيعي هو السليم. فالعبرة من هي القصة اللي عم بحكيكم اياها انه هذا وقتنا والعصر اللي احنا عايشين فيه هلا هيك، ان الانسان بيكون على صواب وبيكون صح وبيكون هو راضي رب العالمين وماشي بالصح، الناس بتجي بتغلطه وبتقول له لا انت غلط وهذا الشيء اللي عم تعمله ما بيصير، انت هذا حالة شاذة، انت مالك ماشي مع التيار. فبيضطر انه يقطش ابنه كمان وروح يمشي مع مين؟ يمشي مع الناس اللي بإذن وحدة اللي قاطشين إذنهم وماشين إنه مثلا مو سالين على رضا رب العالمين، أو مو سالين على العادات ولا على تقاليد، ومو سالين إنه رب العالمين في عنده صح وفي عنده غلط. فبيكونوا ماشين هني على غلط ومفكرين حالهم هني على صح. وبنفس الوقت اللي الناس اللي بيكون عندهم إذنتين بيكونوا ماشين هني صح وراضين رب العالمين، بسبب الناس اللي ما لا عرفان حاله شو عم تساوي او ما عنده وعي مثلا، فبيضطر انه شو يساوي؟ انه يروح يقطش ابنه مشان يمشي مثل هالعالم هي ويرضي العالم وما يرضي رب العالمين. فهذا واقعنا وهذا هذا الشيء اللي عم نعيشه هالايام هي للاسف. وانا بنصح يعني كل الناس انه نصيحه لي لوجه الله العظيم والكريم، انه ما تضطر انك تقطش ابنك وتمشي ورا الناس اللي بإذن وحده كرمال انك ترضي الناس، طالما انت صح وماشي راضي رب العالمين وانت على صواب ما يهمك الا رب العالمين. طبعا باسلوب انك ما تزعج حدا ولا تضايق حدا ولا تخلي حدا يكرهك. خلاص كل مين له عقل رب العالمين عطاه عقل ليفكر، وفي عنا علماء وفي عنا مشايخ وفي عنا قرآن وفي عنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عنا كتير شغلات بتخليك أنت تمشي على الصواب وتمشي على الصح. فأنا بصراحة حبيت شارككم هاي القصة وبتمنى تكون ممتعة وعجبتكم إن شاء الله. وإذا عجبكم الموضوع بتمنى أنكم تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديو وتشاركوا إذا حبيتوا القصة. وبتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.